لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بدوافع طائفية القوات الحكومية تعتقل 10 مواطنين غربي الرمادي. في صحيفة المدى، جدل حول هوية منفذ تفجير الموصل يختلف عن أسلوب داعش. في موقع كتابات، باحتساب متوسط عائدات نفط العراق في شباط، أرباح بغداد 72 مليار دولار في 2019. في الجزيرة نت، المهدي يدعو البشير للتنحي ويعرض مقترحات لحل أزمة السودان. في صحيفة العربي الجديد، إخوان الجزائر يقررون عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة. في صحيفة القدس العربي، ترامب: ليس لكوريا الشمالية أي مستقبل اقتصادي مع حيازتها أسلحة نووية. وفي صحيفة الحياة، حزب العمال الجزائري يقاطع للمرة الأولى منذ 2004 الانتخابات الرئاسية. السلام عليكم. كان وما زال مفهوم حقوق الإنسان الهاجس الأهم الذي يشغل اهتمامات المفكرين والمصلحين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، ولن نجافي الحقيقة إذا قلنا إن حقوق الإنسان شعار استخدم سياسيا بشكل سيء لاحتلال دول وإسقاط أنظمة، بل إنه كان حصان طروادة الذي أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي. وبرغم الجهود التي تبذل من منظمات ومنها الأمم المتحدة لتطوير وتوسيع وتطبيق مفهوم حقوق الإنسان منذ عام 1945 إلى الآن، فإن شعوب العالم ما زالت تعاني انتهاكات فظيعة، وعلى رأس القائمة العراق الذي يعاني من انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، وفق مقال للكاتب طارق الجبوري في مقال بصحيفة الزمان. في العراق، وبرغم شعارات الديمقراطية وما تضمنه الدستور الذي عليه الكثير من المؤاخذات من مواد وفقرات تمنح المواطن حقوقه، إلا أن الواقع العملي ومع الأسف يقول إنها شعارات ليس إلا. فالديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالتا حبرا على ورق، بل إن هنالك انتهاكات ما زالت تحصل من دون رادع، خاصة في السجون التي تصرخ جدرانها من أنين أبرياء اعتقلوا على الشبهة أو نتيجة بلاغات كيدية، وقد عانوا كثيرا من صنوف التعذيب والإهانات ليتم إطلاق سراحهم بعد سنوات طويلة لبراءتهم من التهم الموجهة إليهم. لا ننكر أن الأوضاع الأمنية التي عاشها العراق صعبة ومعقدة قد تفرض اعتقال هذا وذاك، غير أن العدالة واحترام حقوق الإنسان تفرض على الجهات المتخصصة أن لا يستمر اعتقال المواطن أكثر من سنة، إن لم نقل أقل من ذلك بكثير. وفي آخر رسالة لمركز جنيف الدولي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طالب المركز معالجة سريعة للانتهاكات التي ما زالت تحصل في العراق، حيث أكد اختفاء مئات الآلاف من العراقيين قسرياً بعد اعتقالات ومداهمات. ويضيف الكاتب: في مجال السجون والمعتقلات، أشار المركز الحقوقي إلى ما يجري فيها من معاملة سيئة وغير إنسانية لآلاف المعتقلين والمسجونين بعد محاكمات غير عادلة ودعاوى كيدية أو بدواعي الحقد والانتقام، ناهيك عما عرضه المركز من معلومات عن تعرض المتظاهرين والناشطين إلى انتهاك حقوقهم بالتظاهر السلمي من أجل حقوقهم واعتقال أعداد منهم، بل وصل الأمر إلى قتل عدد من الناشطين في محافظات الجنوب. ليس هناك في الأفق ما يمكن أن يدل على تغيير في السياسة أو الموقف الأمريكي في التعامل مع الأوضاع في إيران منذ مجيء ترامب لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية،
بل يبدو أن هناك سعياً باتجاه ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني لإجباره على الرضوخ للشروط الأمريكية، بحسب مقال الكاتب محمد حسين المياحي في موقع كتابات. النظام الإيراني وفي هذه المرحلة الصعبة جداً والتي تواجهه فيها كومة كبيرة من المشاكل والأزمات المستعصية، تبدو كلها كتحديات غير عادية لم يعد بإمكانه أن يرتقي لمستواها، ولهذا هناك شعور وإحساس بأن النظام قد دخل دائرة الخطر، ولذلك فإنه يبحث عن ثمة سبيل من أجل درء هذا الخطر أو التقليل من أهميته على الأقل، ويبدو إنه أدرك بحاجته إلى جبهة أمامية وفي نفس الوقت عمق عسكري واقتصادي ومادي وبشري، وأن أفضل من يكون أهلاً لهكذا دور بالنسبة له هو العراق. ومن هنا فإنه يبذل جهوداً ومساع محمومة من أجل ضمان إحكام سيطرته التامة على العراق، استعداداً للمجهول الذي ينتظره والذي من السخف اعتباره في مستوى ذلك، بل إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد بأن هذا النظام قد دخل في معركة ومواجهة خاسرة خصوصاً، وأن هناك الكثير من الأسباب والمبررات التي تؤكد ذلك بوضوح. في هكذا أجواء مكفهرة وكئيبة يعمل النظام الإيراني من أجل جعل العراق كساحة لتصفية حساباته مع الأمريكيين، وعلى الأغلب فإنه قد يهدد بإحراق العراق من أجل إجبار الأمريكيين لمنحه فرصة أخرى للحياة والاستمرار، أو على الأقل يبعد فترة سقوطه. أهم شيء يجب الانتباه إليه وأخذه بنظر الأهمية والاعتبار هو أن النظام الإيراني يقف على قمة هرمه مرشد أعلى منزوع الهيبة، وينظر إليه كسبب أساس لكل المشاكل والأزمات التي يعاني منها النظام بسبب من قياداته التي أثبتت فشلها بكل وضوح. الأمر الثاني هو أن هناك حالة خلل في الداخل الإيراني بسبب الرفض المتصاعد ضد النظام، وما يؤكد قادة النظام بأنفسهم عن احتمال اندلاع انتفاضة كبيرة ضدهم. الجزائر أمام مفترق صعب مع توقع تظاهرة مليونية في سلسلة الاعتراضات الشعبية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولايات خامسة، وذلك استباقا لتقديمه الترشح رسميا يوم الأحد. فهل ينقذ الرئيس وطنه من هذا المفترق ويمتنع عن التجديد، منصرفا إلى البحث مع القوى الجزائرية الأخرى عن منفذ من الانسداد السياسي الذي يتوقعه المراقبون ويتخوف الجزائريون من نتائجه المعلومة والمجهولة؟ هذا ما جاء في مقال للكاتب محمد علي فرحات في صحيفة الحياة اللندنية. ترشيح بوتفليقة لا ينقذ الجزائر بل يؤجل مشكلتها ويجعل الخروج منها أكثر صعوبة، بل مستحيلاً إذا أردنا الدقة في وصف الحال بعد 5 سنوات. ولا مجال للاستهانة، فالجيش الذي هدد المتظاهرين باستخدام القوة كما صرح رئيس أركانه يمكنه أن ينفذ التهديد مطيحاً بالمتظاهرين وبوتفليقة معاً ليتأسس الحكم العسكري المباشر. وربما كان سحب كلام رئيس الأركان من التداول لاحقاً تصرفاً حكيماً يعطي بعض الأنفاس لتدارك التدهور المتوقع. ولا يغيب عن الذكر أن عشرية الصدام مع المسلحين الإسلاميين التي انتهت بلجوء من تبقى من هؤلاء إلى الجبال وسيطرة الدولة على مؤسساتها العسكرية والمدنية يمكن لها أن تستعاد وإن بأشكال مغايرة، فتدخل الجزائر في ثنائية الجيش الإسلاميين التي تهدر البشر والمال وتضيع فرص النهضة. لدى الجزائر كنز وطني سياسي واجتماعي هو الثورة الجزائرية نفسها التي قدم خلالها الشعب أكثر من 1 مليون شهيد على مذبح الاستقلال، وكان في الإمكان بالاستناد إلى تلك الثورة الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي يحقق الانفكاك عن آثار الاستعمار المتغلغلة في تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
كما يحقق تنمية مستدامة بالاستناد إلى الثروة البشرية القادرة على نهضة زراعية وصناعية وحتى سياحية ترفدها منابع النفط والغاز برأس مال يغني عن قروض تلجأ إليها بلدان كثيرة لتمويل نهضتها. يبقى السؤال الذي غاب عن الجميع، لماذا كان اختيار وارسو مكانا للمؤتمر الذي كان يستهدف بالأساس الإعلان عن حلف وارسو الجديد العربي الإسرائيلي برعاية واشنطن، والتي رأت تأجيل ذلك لم يكن الاختيار بالقطع عشوائيا، فإن وارسو بالتحديد تعتبر رمزا لتحقيق ما كان ضربا من الخيال، فقد كانت مقرا للحلف العسكري الذي حمل اسمها، وكان يضم دول شرق أوروبا الشيوعية ويقوده الاتحاد السوفيتي السابق لمواجهة حلف شمال الأطلسي الناتو الذي يضم دول أوروبا الغربية وتقوده أمريكا، وذلك في زمن الحرب الباردة. وتغيرت الأحوال وانهار الاتحاد السوفيتي، فإذا كانت وارسو نموذجا لإنهاء العداوات وتحويلها إلى تحالفات، فهل يمكن بالمثل أن العداوات العربية تتحول العربية الإسرائيلية تتحول إلى تحالفات؟ عن تداعيات مؤتمر وارسو كتب عادل سليمان في صحيفة العربي الجديد. ولأن التاريخ علمنا أن تحركات القوى العظمى تكون لها دوما أهداف ظاهرية وأخرى حقيقية، فمن الواضح أن الهدف الظاهري لتلك التحركات الصهيوأمريكية وجديدها مؤتمر وارسو هو التصدي لإيران باعتبارها أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط، على حد تعبير مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي والذي رأس وفد الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر. بينما الهدف الحقيقي هو بالقطع تطوير علاقة جديدة بين العرب ممثلين في بعض دول مجلس التعاون ومصر والأردن بداية، وإسرائيل تتجاوز مرحلة التطبيع إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي بدعوى مواجهة العدو المشترك الذي هو إيران، وفي خضم ذلك التحالف تتم بالضرورة تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. وللتغطية على ذلك الغرض الحقيقي من مؤتمر وارسو، تم الدعوة نحو 50 دولة غير عربية لإضفاء طابع دولي خادع على المؤتمر. وزيادة في التغطية على الغرض الحقيقي من مؤتمر وارسو، خرج البيان النهائي متضمنا نصا واحدا عن دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب التحالف لمواجهتها من دون أي إشارة من قريب أو بعيد إلى القضية الفلسطينية. الضربة القاضية التي تعد لها الصهيونية العالمية في هذا الصراع بدعم أمريكي كامل هي تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي تفريغ الصراع من مضمونه. فهل تستيقظ الأمة وتكف عن الاقتتال وسفك دماء أبنائها بأيديها في صراعها العبثي حول العروش وكراسي الحكم والسلطة قبل أن يدهمها طوفان الصهيونية العالمية فلا يبقي على أخضر أو يابس؟ الإجابة تملكها الشعوب العربية. بينما حاول البعض تصوير هذا المؤتمر وكأنه حدث تاريخي سيكون له ما بعده، سعى البعض الآخر للتقليل من شأنه من منطلق أن بيانه الختامي لم يأتي بأي جديد يوحي بأن نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية على وشك الحدوث الآن أو في المستقبل المنظور، مؤكدا أن هذه العلاقات لن تختلف بعد هذا المؤتمر عما كانت عليه قبله، بحسب الكاتب حسن نافعة في مقال بصحيفة القدس العربي. الحوار العربي الأوروبي أصيب منذ البداية بخلل بنيوي بدت الجماعة الأوروبية من خلاله وحدة واحدة متماسكة في مواجهة عالم عربي مفكك ومنقسم على نفسه، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على شكل ومضمون الاتفاقات التي أبرمتها الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي بعد ذلك، والتي أخذت شكل اتفاقات ثنائية مع دول عربية منفردة وليست اتفاقات مؤسسية بين تجمعين دوليين،
وهو ما جسدته اتفاقيات الشراكة الأورو متوسطية أو اتفاقات الشراكة الأوروبية الخليجية أو غيرها من الصيغ التي استحدثتها الجماعة الأوروبية. ورغم هذا الخلل ظلت الدول العربية قادرة على إدارة علاقاتها الثنائية بالاتحاد الأوروبي إلى أن اندلعت ثورات الربيع العربي التي أجهزت على ما تبقى من تماسك النظام العربي، وكانت لها انعكاسات سلبية هائلة على النظام الأوروبي، خاصة عبر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين وتصاعد العمليات الإرهابية التي راحت توجه ضرباتها المميتة في العمق الأوروبي. يعني قراءة ما بين سطور البيان الختامي لأول قمة عربية أوروبية تكشف عن معادلة ضمنية جديدة لعلاقات عربية أوروبية تقوم مفرداتها على مقايضة التزام الدول الأوروبية بالتغاضي عن انتهاكات النظم العربية لحقوق الإنسان في الداخل، مقابل التزام الدول العربية بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وبالطبع لا يجرؤ أي من الطرفين على الاعتراف بوجود اتفاق بينهما حول مفردات هذه المعادلة الخطرة التي لا أظن أنها يمكن أن تصمد في وجه الأعاصير مهما بلغت درجة الاتفاق الضمني حولها. ظريف ذهب ضحية لعبة لم يدرك حدودها، اسمها لعبة التذاكي، في وقت تبدو إيران مقبلة على أحداث كبيرة. ليست استقالة ظريف بمثابة استقالة لوزير خارجية عادي، بمقدار ما أنها هزيمة لخط سياسي جمع بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، بحسب مقال الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. دفع ظريف ثمن الاعتقاد أن السياسة يمكن أن تمارس عن طريق الألعاب البهلوانية والعلاقات العامة وتوزيع الابتسامات والتظاهر بالبراءة. خلط عمليا بين الدبلوماسية والبهلوانيات. ذهب ضحية هذا الخلط بعدما ظن أن الولايات المتحدة هي باراك أوباما، وأن باراك أوباما هو الولايات المتحدة، وأن الرهان على خداع العالم والبناء على الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في صيف عام 2015 يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ما قد يكون أهم من ذلك أن ظريف وبغطاء من روحاني اعتقد أن الاتفاق في شأن الملف النووي يسمح لإيران بممارسة سياسة الدفع إلى أمام بمشروعها التوسعي من دون حسيب أو رقيب. لذلك سكت الحرس الثوري طول هذا الوقت عن ظريف إلى أن شعر أن كل حساباته خاطئة، وأنه كان عليه أن يرحل مع نهاية ولاية باراك أوباما. كان خروج أوباما من البيت الأبيض وجون كيري من وزارة الخارجية بمثابة بداية النهاية للوزير الظريف، الذي استغل جهل كيري بما يدور في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج إلى أبعد حدود. كان على ظريف التأقلم مع ظروف عمل جديدة فرضت الإدارة الأمريكية شروطها. لا تقدم استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ولا تؤخر، يمكن أن تكون أهميتها الوحيدة في أنها تعبر عن إفلاس نظام وعداء أبناء شعبه بكل ما يمكن أن يحلموا به. فإذا بما يزيد عن نصف الإيرانيين يعيش بعد 40 عاما من قيام الثورة وسقوط الشاه تحت خط الفقر. تعد غرفة عديمة الصدى في مجمع ريدموند التابع لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت المكان الأكثر هدوءاً على كوكب الأرض، وتستخدم الغرفة للقيام بالمهام الحساسة التي تتطلب هدوءاً بما في ذلك ضبط سماعات الرأس وتحسين نقرات الماوس. ووجدت الشركة أن الغرفة هادئة للغاية بالنسبة لمعظم الناس، ولم يتمكن أحد من البقاء أكثر من 45 دقيقة في الداخل. واشتكى عدد قليل من الذين دخلوا الغرفة من ارتفاع صوت تنفسهم والشعور بطنين مزعج في الأذنين. تكلفة الغرفة وحدها بلغت 1.5 مليون دولار، مما يوضح مدى جدية الشركة بشأن تصميم هذا الصوت.
كما أن الجدران والأرضية والسقف مغطاة بأوتاد عملاقة من رغوة الألياف الزجاجية للتخلص من الصدى، وصممت الأرضية من الحبال الفولاذية المستخدمة لإيقاف الطائرات المقاتلة عند هبوطها على حاملات الطائرات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نبقاكم بإذن الله.